مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من سلسلة لاماكوم تبرعكم. اليوم الوصفة ديالنا هي البغرير. البغرير اللي غادي نقدموه بطريقة مختلفة وجديدة، اللي غيميزها هو اننا غنعمروه بالعسل والقرقاع والجبن. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو معلقة كبيرة ديال الخميرة المعجونة، جوج صاشيات ديال الخمارة 14 غرام، معلقة صغيرة ديال السكر، معلقة صغيرة ديال الملحة، جوج كيسان ديال السميدة الرقيقة، ربع كاس ديال الماء الزهر، نص كاس ديال الطحين، وثلاثة ديال الكيسان ديال الماء. بالنسبة للحشوة فغادي نحتاجو 100 غرام ديال القرقاع، 200 غرام ديال الجبن البيض، 6 معالق صغار ديال العسل. بالنسبة للطريقة فغادي نديرو المكونات ديالنا كاملة في الخلاط ديالنا ما عدا الخمارة. غادي نخلطوهم واحد المدة ديال 5 ديال الدقائق. من بعد ما خلطنا 5 ديال الدقائق غادي نزيدو الخمارة اللي بقات لينا، وغادي نزيدو نضربو جوج دقائق اخرى. من بعد ما ضربنا الخليط ديالنا مزيان كيف ما شفتوا على جوج ديال المراحل، فهذا سر من اسرار نجاح البغرير هو اننا نضربوا على جوج مراحل. فكنجيبوا المقرض البغرير لاماكوم وكنكبوا واحد الكميه من الخليط ديالنا. من بعد ما كطيب لنا البغرير ديالنا كنحيدوها. والسر الثاني من اسرار نجاح البغرير هو اننا ما بين كل طيبه وطيبه كننزلوا المقله ديالنا على منديل فازك باش تبرد، ولكن ماشي نكبوا عليها الماء لانها كتعوج. احسن حاجه هي الا كبينا الخليط فوق من منديل فازك. ندوزو للطريقه ديال الحشوه اللي هي بسيطه. كناخذو جبن كنضيفو ليه القرقاع، ممكن نضيفو اي نوع مكسرات كيتوفر عندنا في الدار. من بعد غادي نضيفو 6 معالق صغار ديال العسل، وكيبقى حتى العسل اختياري على حسب الحلاوه اللي كنبغيو في الحشوات ديالنا. فانا استعملت 6 المعالق صغار بهذه الطريقه. غادي نخلطوا المقادير مع بعضياتها مزيان بهذا الشكل، وغتولي جاهزه لينا كحشوه. غادي نجيبوا البغريره ديالنا وغادي نحطوا الحشوه غير القياس بهذا الشكل، وغادي نجمعوا البغريره ديالنا من جناب بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. كنحطوهم في المول ديال الفران، كنديروا ليه دهينه خفيفه بالزبده بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا، وغادي ندخلوه الفران فقط بضع دقائق من 10 دقائق باش يعطينا واحد اللون ذهبي ونقدموه. وصفة البغرير ديالنا ها هي وجدات. كنتمنى تكون عجبتكم، وغادي نتسنى دائما تعليقاتكم وارائكم على صفحتنا الفيسبوك لاماكوم، وموعدنا مع حلقة جديدة من سلسلة لاماكوم تبرعكم.